السلام عليكم. الكثير منا يرغب في تشكيل نصوص اللغة العربية، وهنالك عدة مواقع، ومن بين هذه المواقع أو الذي أعتبره من أفضلها هو موقع الجزيرة نت. إذن سنرى كيف يشتغل هذا التطبيق عن طريق إعطاء مثال. إذا سنرى هذا التطبيق. إذا هنا نقوم بإدخال النص الذي نرغب في شكله، نختار نصا أو جملة مثلا، لكي نرى النتيجة. إذن هذا هو النص: ذهب أحمد إلى المدرسة. فقط كمثال سنقوم بإعطائه كمثال. إذن أوافق على سياسة الخصوصية. ثم أنا لست برنامج روبوت. إذن سنقوم بمعالجة النص. إذا لاحظوا معي جيدا النتيجة: ذهب أحمد إلى المدرسة. إذا هذا التطبيق، هذا الموقع، موقع الجزيرة. فقط أعطينا مثال بجملة، فهو يقوم بتشكيل النص. إذا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا وضع جيم والاشتراك في القناة. فيما يخص الموقع سوف أضع لكم رابط موقع الجزيرة على في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو الأسفل.